الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن حسين رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. وهذا الباب فيه من مسائل الباب السابق، باب الإسراع بالجنازة، وهي أن الميت السنة فيه أنه يبادر إلى تجهيزه وإلى دفنه وإلى الصلاة عليه كما مر في الباب السابق، وأن هذا هو الواجب إلا أن تكون هناك مصلحة شرعية. وهنا أيضا تعجيل قضاء الدين عنه، وذلك لأن الميت مرهون بدينه حتى يقضى عنه، وقد كان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات عليه دين، ويأمر الناس بالصلاة عليه زجرا عن هذا الفعل. ثم في آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على من كان عليه دين، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر فتحت عليه الفتوحات وكثر المال، فكان يصلي على صاحب الدين ويقضيه عنه، فيبقى الحكم على ما هو عليه، وهو أن صاحب من كان عليه دين ينبغي لمن كان له مكانة ووجاهة كالأمير والمسؤول ونحوه أن يترك ذلك زجرا عن هذا الفعل. وهذا يقال لمن كان عليه دين وكان هذا الدين يعني بسبب التفريط ونحو هذا، خاصة في مثل هذه الأزمان التي لا يخلو فيها أحد من هذا الأمر إلا ما رحم الله. ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر ليس الأمر في يومنا هذا، فلم يكن الناس يتساهلون في مسائل الدين كتساهل الناس اليوم، فالناس اليوم يتساهلون في الدين تساهلا كبيرا، فصاروا يأخذون هذه الديون على الكماليات ولا يأخذونها على الأمور الضرورية والحاجية، وإنما يأخذونها على زهرة الحياة الدنيا ويأخذونها على الأمور الكمالية، وهذا لا شك أنه من الخطأ الكبير، فإن الأصل أن الإنسان لا يشغل ذمته بمثل هذه الديون، ولا يصير إلى الدين إلا إذا اضطر إلى ذلك، أما إذا لم يضطر إلى ذلك فليكن في سعة، وأعظم السعة ألا تنشغل ذمته بمثل هذا. فهنا في هذا الباب قال: باب تعجيل قضاء الدين على الميت. فمن حق الميت على أهله إذا كانوا يستطيعون ذلك أنهم يقضون عنه هذا الدين، وليس قضاء الدين متعلقا بالقرابة، بل لو قضاه أحد من الناس أجزأ هذا الميت، كما جاء في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم على الصلاة على الميت، فجاء أحد الصحابة أظن أبو قتادة قال: علي دينه، ولم يكن من أقاربه يعني من أهله وورثته، فدل هذا على أنه من تحمل الدين سواء كان من الأقارب أو غير الأقارب فإنه لا بأس بذلك. وعلى كل حال هنا قال المصنف: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت. فأولا، إن كان له تركة، كان هذا الميت له تركة، فإن الدين يقدم على الورثة، ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث: ومن بعد وصية يوصى بها أو دين،
يوصي بها أو دين. فأولا الدين الذي عليه، وتقدم الديون الموثقة، ثم الديون المرسلة، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك الورثة. وأولا قبل هذا كله تجهيز مؤنة الميت، إذا لم يكن هناك من يجهز مؤنة الميت ويتبرع بها، فتكون على هذا الترتيب. إذا كانت عنده تركة وأموال، مؤنة تجهيزه، ثم الديون الموثقة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصايا، ثم الورثة. فيقدم قضاء الدين على الورثة، ويقدم حتى على الوصية، وذلك لأن الدين متعلق بحقوق العباد، فلا بد أن يقدم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد وصية يوصي بها أو دين. فهنا لا بد من هذا الأمر، ويتنبه إليه الورثة. وهذه مسألة مهمة في الحقيقة يغفل عنها كثير من الناس. مثالها: قد يموت الميت وعنده دين، وعليه دين، ويكون عنده عقارات، فماذا يفعل هؤلاء الورثة؟ يقولون: العقار اليوم مثلا قيمة مثلا 5 مليون. يقول: لو انتظرنا مثلا 2 أو 3 أشهر أو 4 أشهر سيرتفع هذا العقار إلى 10 مليون، 15 مليون، فهل لهم من يؤخروا فلا يقضوا عنه الدين ولا يوزع التركة؟ الجواب عن هذا أنه لا يجوز لهم هذا. وبهذا أفتى الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، قال: لا يجوز لهم أن يؤخروا قضاء الدين، حتى وإن كانوا يطمعون وكان على غالب ظنهم أن هذا العقار سيرتفع. وذلك لأن نفس الميت متعلقة بهذا الدين، لا بد أن يقضى. فيقضى الدين أولا، ثم هم إذا أرادوا أن يوزعوا بعد مدة بعد أن يرتفع الأمر إليهم. لكن حقوق العباد، الديون والوصايا، لا بد أن تخرج من تركة الميت مباشرة، وخاصة الديون، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهنا في التوبيب قال: والمبادرة إلى تجهيزه، تجهيز الميت، إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن منه. في الزمن السابق لم يكن فيه مثل هذه الأجهزة الحديثة التي يعرف بها موت الميت، فكانوا إذا مات الميت في زمن سابق ينتظرون حتى يتيقنوا من موته. وقد حدثت في أزمانهم قصص في رجوع هذا الميت الذي كانوا يظنونه ميتا إلى الحياة، ولأن بعضهم رجع بعد أن دخل القبر، لأنه لم يكن ميتا، يكون مغشي عليه، توقف عنده القلب ثم عاد بعد ذلك. فهنا المصنف رحمه الله قال: إلا أن يموت فجأة فيترك، لأن اللي يموت فجأة يعني ليس لمرض سابق ثم قضي، يعني هناك تمهيد لموته. هذا يحتمل أنه مات أو يكون قد سقط مغشيا عليه، قال: فيترك فترة حتى يتيقن موته. وهذا في زماننا قد يعني سهل بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك عن طريق هذه الأجهزة الحديثة. فهذه بعض المسائل على هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.